السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من برشت أو المنفيين. بورتز طلع هو النكبة اللي ختمنا فيه الحلقة الماضية، أول شخص يجيب الفيروسات. ما أدري أنا عديتهم، هم اللي عدوني، والله ما أدري وش السالفة يا شباب. أوه صح، نسينا هذه الحلقة برعاية C1000 فيتامين سي، ممتاز جدا. ما عندي إلا تغطية أدوية هاليومين. بورتز هذا يا شباب شهدنا ولادته من يوم الفاصوليا مثل ما تذكرون، يوم حصلنا الحبوب وبدينا نزرع السويا بين، وعلى طاريها بغير الزراعة إلى الفاصوليا بحيث أن ما ننسى أن الدائرة تدور ويصير في تنويع في الأكل وصحتهم تضبط. بورتز وصل عمره إلى 52 سنة ويقول visiting the doctor. الدكتور وين يا قلبي؟ ما في أي دكتور هنا. في هوسبيتال بنيناه لو تذكرون ووقفناه، لكن في هوسبيتال صغير كذا زي الخيمة لو تذكرون، كنت أقول لكم يا شباب هذا المود ما منه فائدة، لا تبنون المباني الميني. أنا كنت فاهم الموضوع هذا غلط، الهوسبيتال ما يعالج الصحة، يعالج الفيروسات فقط، فانتبهوا على هذا الشيء. طبعا جاني واحد الله يحفظه في الكومنتات، ايش قلت لك قبل حلقتين؟ سوالي منشن على الوقت اللي تكلمت فيه على الميني هاوسز، لانه في احد الحلقات الماضيه قال لي الميني او المودات بشكل عام هذه تخرب اللعبه وبتنتكب. هذا يا ساتر، الفيروس انتشر يا شباب الى الظاهر انه اول ما يمشي جنب المزارع ينشر العدوى. يا الهي يا بورتز، ممكن بس يعني تطير شوي الليل في طريقه اثنين وطفل. لازم اجيب لهم تطبيق شو اسمه هذا حق اللي يشيك في المدينه من اللي يطعم من اللي ما طعم. وهذه الطفله الثانيه الحين، هذول كلهم على طول والله مشت وراه. هذه كانت هردسمان شغالها مع الخرفان، لا تنشر المرض الخرفان. اصلا المرض اتوقع يا شباب انه جاء من الخرفان. الخرفان هذه والاحصنه، مفروض انها هذه الاحصنه مفروض انها تبتعد من مناطق البيوت، وهذه تاثر ترى. نفس الشيء الزرع لازم يكون فيه بينه فواصل بحيث اذا كانت فيه حشرات وامراض ما تنتشر من المزرعه الى المزرعه. المهم هذا بدا يتعالج، فالهوسبيتال هذه فائدته مثل ما قلت لكم. انا ظلمته واقول ليش الدكتور جالس فاضي رجل على رجل في المستشفى ولا يسوي لي شيء، وفي ناس كثير ناقص الهيلث فيها. رويتكم انا في بدايه الحلقه الماضيه اسباب الهيلث، وش اللي يزيده وش اللي نقصه، باختصار تنويع الاكل وانك توفر له حق الاعشاب هذا الصغير. بس الاعشاب هذا مكانه غلط، لازم انه يكون جنب الشجيرات حتى انه يطلع منها الاعشاب. ولكن كانت في حاله طارئه هنا، كان واحد عمره مدري كم وعلى وشك انه يموت، فقلت لعل وعسى ابني هذا يمكن يحصل له شجره كذا ويجيب حبتين هيرب ويعطيها هذا الاهبل قبل يموت. لكن ما سعفنا الوقت ومات الله يرحمه، ودفناه في المقبرة اللي موجودة هنا، وأهله يزورونه كل شوي. شوف الحين 2 من 12، أوكي حلو، باقي 10 قبور للي يبدأ يستهبل علينا أو يسوي نفسه غبي كذا في وظيفته. هذه تعافت، الظاهر نبورتز تعافى الحمد لله. باقي لا والله 2، إيه 2 هم موجودين، بورتز وهذا. فدامهم يتعالجون والمستشفى هذه تشل تقريبا 5، أتوقع الأمور طيبة والهوسبيتال هذا ما نحتاج أن نبنيه، خصوصا أن متطلباته كثير، ستون كثير. في نهاية الحلقة الماضية شفتوا، معليش والله يا شباب أنا الحين لازم أعتذر، أول مرة اليوم والله في حياتي أصور جنبي كائن حي في نفس الغرفة. فإذا شفتوا أي شطحة كذا ولا أي واحد نط ورا كذا ولا تحرك أي شيء أعرفه أنه بسبب الحلو هذا. ما أدري أرويكم إياه، المشكلة أنه نام، ما صدقت أنه نام. تعال يا بورتز، هذا توم، هذا توم الصغير. المحبين القطط ممكن أنهم يعجبون في هذا ال... لعد يشتهر أكثر مني يا ولد. هذا الصغير يا شباب جاء زارنا في البيت، وفيه توم كبير قديم موجود، فاثنين هم تجالدوا. تعرفون انتوا مش متعودين على بعض. المهم صارت حرب يعني طاحنة، طلع فيها بالإصابات طبعا. أنا والله يدي ما أعرف إذا بيبان عندكم، بس المهم أن صارت فيه حفريات في يدي بسبب إنقاذ توم الصغير أو الجديد هذا، فحطوه حضانة عندي هاليومين، ممكن تشوفونه شوي في الفيديوهات. المهم إن شاء الله هذا اللي بيتعالجون والفيروسات هذه كلها تروح. خلنا نقدم الوقت حبتين. أذكر أني حليت المشاكل أغلبها في الحلقة الماضية، قلت خلاص مسألة كلها تسريع وقت وتنحل مشاكلي. فبنشوف إيش المبنى اللي بنيته هنا، قذر هاوس، قذر هت. واضح أني كنت خايف ما زلت من الأكل، لكن الأكل مثل ما تلاحظون فيه زيادة، 6200 6300، الفايرود في زيادة، الخشب في زيادة، الستون كويس، والستون صراحة أموره طيبة، وممكن نزيد شخص واحد عنده أو حتى نخليهم 4 أشخاص، وهذا شيء جدا جميل صراحة. بس حاليا ما عندي أي ليبر، عندي وركر واحد راح أحوله إلى ليبر عشان لو مات أي واحد يستبدل وظيفة. بقدم الوقت ضرب 10، فترة بسيطة،
بحيث انه يجوني العمال. يا ساتر البلدر حتى الواحد هذا اختفى. طيب نقص من الدكتور، نقص من الدكتور، خلاص نطفي الهوسبيتال. فالحين صاروا ثلاثة سبحان الله، جو اثنين مواليد الظاهر. إيميليز أصبحت عاملة، وصل عمرها 10 سنين، وعندنا تاجر وصل. بس خلنا نشوف قبل التاجر، ما شاء الله عندنا ستودنت هذول كلهم وصل أعمارهم 10 سنين وراحوا إلى المدرسة، وعندنا إيفان جيلي وازبورن. ففي في في حركة مثل ما تلاحظون، 15 طفل عندنا حاليا أعمارهم ما وصلت إلى 10 سنين، وعندنا ما بين 10 و20 سنة اللي هم الطلاب يدرسون في هذه المدرسة، 13 طالب. والله بدأت تزدحم المدرسة صراحة، ممكن شوي قدام يبان لنا مدرسة ثانية، بس برويكم المشروع الجديد اللي ناوي في هذا المكان. أول شيء نشوف التاجر هذا وش جاب لنا. تكفى سيدز، أي سيدز، روستد كورن، ناتيف اتفاكت، هذا ابو 2500، واضح انه منه فائده ما اعرف وشو. ما شاء الله الاكل وصل 7000، ببدا ارجع اتاجر بالاكل. قطعه اثريه اصليه، اقول قطعتك هذه انا على بالي شيء بينزرع بيفيدنا في هذا. طيب هنا في خشب، جاي يبيع لي خشب، الخشبه الواحده بدولارين مع 50 خشبة، جاي يقص علي هذا روستد كورن. والله الكورن مهم، عنده 500 بشتريهم 500 مقابل 1000 بطاط، هذه التجاره الصح. الكورن يا شباب لو تذكرون في بداية الحلقة الماضية قلت لكم شغلتين تزيد صحة اللاعبين من الأكل، اللي هو الذرة ونسيت الشيء الثاني تقريبا والقمح. والحلو انه مو بس جتنا ذرة، جتنا الروستد كورن اللي هو المشوي او الذرة المشوية، فأحلى تريد. 1000 بطاط مقابل 500 ذرة، صدقوني هذه راح تزيد من صحتهم وراح تزيد من سعادتهم وكل شيء. حاليا اغلب اكلي مجرد لحوم، يعني كلها مصادر بروتين، فلازم ان نجيب مثلا الالمنت اللي هو المكسرات وننوع. هذا الشوفان معروف طبعا، يا اخي احس الشغلات اللي اطلبها والله يا شباب ما يجيبونها، خلونا نمشي بدون طلبات ونشتري الشغلات اللي نريدها، وش رايكم؟ احس الوضع كذا افضل، لان الويت هذا اللي متابع السلسلة يعرف ايش كثر طلبته. هالمرة ما بطلبه خلاص، ونقولها دسمس. يا زينك وانت نايم، تكفى لا تتحرك، والله قبل شوي بهذلني قلت ما بعرف اصور لا طيرة، المشكلة انه في وجهي الحين مزبنين عندي. المهم هذا الخياط عنده مشكلة، يقول لي ايش عندك؟ الفيذر، الفيذر ويحتاج الريدز، الريدز ليه ما في كفاية يجيك؟ كم انتاجك؟ جاب 30 وهالموسم 177، اجل الريدز وين يروح؟ في شيء غريب، بتنحل مشكلته مفروض دام عنده فيذر كفاية. صبرك عليه صبرك عليه، لا تجلس تشكي لي كل شوي، ترى عندي 20 شغلة اسويها ثانية هالخياط، لا ادفنك في القبر هذا. حلو صاروا عندنا 5 عمالة، راح نمشي البلدرز حبة. طبعا انا مسرع اللعبة ضرب 10 عشان المواليد كذا تزيد. البيوت عندنا مثل ما رويتكم في الحلقة الماضية 37، وعندنا بس 24 عائلة، يعني تقريبا مزود 13 بيت. يا ساتر، وحنا في السنة 21. خلنا نشوف انتاجنا في الاكل، 11000 السنة الماضية واستخدامنا 7000، يعني وضعنا في السليم. الاكل بتلاحظون فيه زيادة. في شغلة ثانية حلوة تقدر تسويها، اللي هو تيجي عند الجراف وتشوف اخر مثلا الفود اخر 5 سنين، تشوف الزيادة هذه، تيجي تشوف دقيقة جاني تنبيه، student labor. يا سلام يا سلام يا سلام، فيه الضرب 10 هذا ان شاء الله انها بتمشي اموره. هذه ايش هذا؟ في احد توفى من ايش؟ فارمر ديد ديورينج تشايلد بيرث، الله يرحمها ماتت اثناء الولاده. خلنا نقص الوقت 5 عشان لا انتكب، بس ارويكم التفاصيل هذه على السريع. هذا الاكل تقدر تشوف اخر 5 سنين مثلا، اخر 10 سنين، اخر 25 سنه، تقدر تشوف بس انا افضل اخر 5 سنين، وحنا في الرينج الحين اللي قربنا 12000. بالنسبه للبوبوليشن اللي هو التعداد السكاني، تلاحظون هنا التعداد السكاني مجموعهم هذا كلهم اللي هو عبارة عن بالغين أعمارهم فوق 20 سنة إذا كانوا متعلمين، أو فوق 10 سنين إذا كانوا غير متعلمين خلاص يعتبر بالغ. وهذا الأزرق أو البنفسجي اللي هم ما بين 10 و20 سنة الطلاب، وهذا الأحمر اللي هو تحت 10 سنين اللي هو الأطفال. فمثل ما قلت لكم ضروري نحافظ على هذا الرقم بحيث انه يوم يموت عندنا احد نضمن في اجيال بعدهم جايين. فاقل شيء تكون عندك 10% النسبة، ما بين 10 الى 20% تقريبا، يكون ممتاز. ما عندنا اي بدو جايين يبغون يسكنون معانا. كم نسبة التعليم؟ حتى لو جو ما راح اقبلهم، 77% الحمد لله. زادت الملابس 100%. مجموع التعداد السكاني عندنا حاليا 75. جميل جدا. في هذه الحلقة بإذن الله أقل شيء مع الضرب 10 هذا راح نوصل إلى 100 عامل. والشغلة الثانية هلا بالتاجر جاي صفط. أنا ما أختم الحلقة هذه إلا ونشوف في
يعني من كل شيء هذا أقل شيء أقل شيء عندي 500 إلى 1000. التاجر هذا جايب لنا الجولد جولد ذهب أوري الواحد ب24. والله مش غلط نشتري حبتين ملح. جايب لي تستهبل أنت البحر هذا كله وأنت تجيب لي ملح؟ طيب نشتري منه سيلفر والجولد هذه دخلها في مصانع بعدين اطلع منها الجولد. الظاهر الأوري اللي هو الخام أو يقولون لها الأور تقريبا، ما أدري، أحس إني أخطيت أنا بنطقها، عاد يعذرونا على الكلمة هذه، ما قد سمعت أحد يقولها. المهم عندنا 72، نعطيه 72 من البطاط. والله يا البوتيتو هذا يفيدنا. المنطقة هذه يا شباب بإذن الله فيه مشروع أفكر فيه أنها تكون مزارع في هذا المنطقة بالكامل، ولكن هذا المشروع يحتاج شوية تعديلات. قبل هذا كله نحتاج كمية بذور مختلفة. ممكن أبني مبنى اللي هو السيدز، اللي هو بس يجيب السيدز، وممكن أجرب فعاليته معاكم. تريدينج بوست هذا هو اللي هو السيدز ب24 خشبة، لعل وعسى يجينا اللي نريده. هنا ودي أبني بيت لأنه في شغلات كثيرة حطها هنا ونشوفها. طيب أنا مثبت هذا من الحلقة الأخيرة اللي هو الماين، عشان أذكر نفسي أنه عندي مشكلة في الانتاج الآيرون. مشكلته مثل ما شرحت لكم أن الفايروود الحين يدخل في تدفئة البيوت ويدخل في صناعة الآيرون، فالحل أني أفصل البيوت. كيف تفصل البيوت؟ عشان نوفر الفيول أو الفايروود اللي يدخل في تدفئة البيوت، عندنا حل ثاني يا شباب اللي هو الكول أو الفحم. الفحم هذا عندك حلين تقدر تستخرجه، تقدر تستخرجه من الماين هذا، أو خلنا أرويكم المبنى الثاني اللي هو تدخل عند الصناعات تحصل هذا هو الستون سالت. هذا يجيب لك الستون، هذا برضه كويس. إذا ما شفنا أداء كويس هذا ممكن نحط الستون. مشكلته هذا إذا انحفر خلاص ما تقدر ترجع، لكن أنا اللي أقصده الثاني اللي جنبه هذا برضه كويس. هذا مش كويس، هذا ممتاز، يجيب لك الايرون اور اللي هو الخام. الجميل فيه انه حتى اذا ما عندك جبل، لان هذا الماين الثاني النوع الثاني اللي رويتكم اياه قبل شوي، هذا يتطلب وجود عندك جبل عشان يحطون النفق هذا ويدخلون داخل ويستخرجون الفحم او الايرون، طبعا الايرون الخام. راح اخليه في هذا المكان ونحط جنبه اهم شيء الستوك بايل. عود نفسك اول ما تحط مصنع على طول تيجي تحط الستوك بايل على طول. هذا هو المصنع، على طول ستوك بايل جنبه، والعمالة هم اللي ينقلون. ممكن الستوك بايل نمدده بهذا الشكل 27 في 2، بحيث انه على طول اول ما يستخرجون الكول على طول راح يجون يرصونه في هذا المكان، وبعدين الكول هذا يدخل في جميع البيوت اللي موجودة هنا ويدفون فيه. الفايرود ممكن نستهلكه كفيول هنا، فبيكون عندي الحين نوعين من الفيول او شغلتين تقوم بنفس الغرض في تدفئة البيوت والمصانع. لكن الفحم اللي يطلع من هنا برضو لازم يدخل في مصنع تقريبا انه بارنري، والله انه اذكر انه موجود هنا، وهذا حق الشموع، هذا بيفيدنا كثير. اللي هو هذا يستخرج الشمع من النحل، مصنع النحل هذا راح يجينا الواكس، وبعدين يدخل في انتاج العسل، راح يدخل في انتاج الشموع. احدى الشغلات اللي ودي ابنيها او احدى المصانع كتذكير لنفسي بحطها في مكان كذا عبيط ونسوي له ستوب. البوتري هذا ممتاز برضه كتجارة. يا اخي شوفوا المشكلة انك تضيع في القائمة هذه. هنا المصانع، هنا كمية المصانع ايش. هذا الزجاج عندكم، مصنع الزجاج اللي بنينا عشانه الكلي، والله هذه الحلقة انها بتصير انجاز وشغل كرف، وعندنا عمالة كافين. بس اللي انا جاي عشانه وينه؟ شوف هذا حق المجوهرات، وينه هو القم مدريش هذا وش يسوي هنا يا هنتر؟ ايوه برنر، هذا ستاك برنر. والله المشكلة ان يوم تترك اللعبة فترة تنسى كل شيء. الستاك برنر هذا يا شباب يشيل الكول، طبعا بنحطه جنب على طول يشيل الكول من هنا. دائرة الازعاج مش مشكلة، بتزعج القذر وبتزعج شو اسمه ذا، جعلهم الا خله كذا من الناحية هذه. الكول بيطلع من هنا اللي هو الفحم، الفحم الخام بيدخل هنا بيتحول الى يعني شو اسمه فيول، يصير ينفع انهم يحرقونه في البيوت للتدفئة. فبإذن الله انه بعدين بنيجي عند كل بيت بنشوف الانفنتوري شغلات اللي عندهم ما شاء الله التنويع. بدال فاير وود اريده يكون
الكول او الكوك تقريبا اسمه. ايش هذا؟ نوماد جوني نوماد، كم عددكم؟ 2-3 برثالكم، اكثر 4 لا. اسمحوا لي والله، شوفوا المواليد يزيدون عندي متعلمين 7، عندي الجيل الجاي 10 اشخاص وانا حاليا 50 بالغ. لا والله عندي فائض. البيوت صح انها كثير بس خلنا نرتفع بانتاجنا، خلنا نرتفع بهذا، خلنا نحط ضرب 10، نفلها، نشوف الامور، نشوف الاوضاع، نشوف الماب، نخطط وش عندنا وش ما عندنا. لا في اكبر من هذا، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يا شباب، ان شاء الله اني ما انسى الضرب 10. حاليا المزارع هذه ودي اشطح فيها كذا لين النهايه، يعني تكون هذه المنطقه عباره عن مزارع. السيدز بيتنوع ان شاء الله، انا بعد شوي كذا يجيني تاجر يضبطني بسيدز، فبيصير فيه تنويع في مصادر الاكل بشكل كبير. الشغله الثانيه، هذا الحلوين اللي حاطهم انا حق الاحصنه اللي هو موجود هنا، انا حادهم على 8، لا خلنا نحدهم على 10. انا اتذكر ان جتني مجاعه فخوفتني، لكن ايش اللي مفروض اسويه؟ اني افصلهم. اول شيء انقلهم كلهم المزارع هذه بعيده من البيوت عشان لا تجيني الفيروسات، انفلونزا الخنازير وانفلونزا الاحصنه، مدري المهم بتطلع لي انفلونزات كذا جديده يمكن. بما انها بتكون المزارع في هذا المكان، جميل جدا ان نخلي الحيوانات في هذا الاماكن، ونصير بدل الحرف 9 هذا حقي اخليها هنا بيوت رصه كذا، بيوت رصه لكن عباره عن عماير، نشوف لنا مباني كذا فوق بعض. فهذا الشيء باذن الله اني راح اسويه. هذا المربع كامل مع الماركت عبارة عن بيوت والستورج، بحيث الأكل يدخل على طول في الستورج. هنا الصناعات اللي تعتمد على البحر، راح يكون عندي ساحل هنا كبير جدا وساحل هنا كبير جدا، وممكن نحط شوية صناعات في هذه المنطقة. أنا لو تذكرون رميت فورست في هالمكان فوق، فورست واحد، فورست واحد، هنتر واحد، مدري إيش، فكرته ممتازة، لكن للأمانة أشوف أني أفضل أركز على هذه المنطقة، وهنا هذا المكان الصناعات تكون قريبة من مصادر الأكل. هذا حسيتها مشوار بعيد جدا من مصادر الأكل الكبيرة، يعني هذه الجزيرة عبارة عن مصادر أكل من فارمز مزارع، ومن اللي يسمونه اللايف ستوك تقريبا، اللي هم الحيوانات اللي يجيبون لك الأكل، مثل الأحصنة، مثل الخرفان. بس الغريب في الخرفان اللي عندي حق تجارة، لو شفتوهم بس ينفعون كتجارة، ما في انتاج اي وولز، فهذا شيء يغبن صراحة. 50 ملابس وصلنا، ارفعها الى 500، تكفى اريد اشوف 500. يا سلام يوم يكون الانتاج منظم يا شباب، وتفهم في هذه اللعبة والله العظيم، وتحل المشاكل اللي فيها. انا ما ارويكم والله كل شيء بيرفكت، اقدر احل المشاكل هذه وارجع لكم اصور الحلقة من الحين، بس ممكن البعض يحصلها ملة، لكن الشخص اللي يلعب هذه اللعبة أو اللي يفهم معي راح يحس بمتعتها. من وجهة نظري صراحة أنك تشوف حل المشاكل أفضل منك تشوف الدنيا محلولة والمباني مبنية والمصانع، وشوفوا هذه قريتي والله عندي 100 شخص ولا 200 شخص. صعب جدا السرفايف في هذه اللعبة، لازم تفهم معاناتها، تفهم مصانعها، وأعطيني رأيك في الكومنت يا عزيزي المشاهد. أي نصايح ولا انتقادات كلها مرحب بها. الأكل ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، 13700. هذا وانا معي 6 عمالة فاضين. النقص عندي في ايش؟ النقص عندي في الايرون. الايرون قلنا حلينا مشكلته نوعا ما بالفحم هذا، خلنا نعطيه اولوية. ما شاء الله تبارك الله، بورن 3 انولدو وستودنت، والله البيوت يوم تكون مرصوصة ترى بيزيدون عندي بشكل، فلازم ايش الراقب الجراف هذا، الجراف هذا حق الاكل، بتلاحظ فيه اوضاعك الحين في ازدياد، لكن نبغى نوصل لمرحلة ان الرقم نفسه مثلا 10,000 يصير كذا او ستيبل كذا يصير. طبعا صعب ستيبل لان الزراعة هذه تنتج في موسم متأخر، فاقل شيء نكون حول 10,000 نلعب، هذا الهدف اللي ابغى اوصل له، وباذن الله اني ما اختم الا وانا واصل له. عندي اهداف كثير صح هذه الحلقة. لا الجراف هذا مخرب على القاعدة حقي، عشان تشوفون نبضات القلب هنا. التاجر اللي جاوينا هذا هو جايب لي دايموند حبة بألف، وودن تول الحبة بخمسة. والله مع استهبالك هذا، المقبرة هذه كم باقي السعة؟ والله باقي 3 قبور، يا ليت عندي خيار ثالث كذا اني ادفنه. استهبل، عتاد خشبي والله تسويه بحبتين لوجز، تقدر
حبتين لوكس جاي يبيع لي اياه مدري كم، ولاو يتكسر بضربه واحده. منتجات صينيه، هذا اكيد جاي من الصين هذاك. الايرون بدا يتنفس. 3-2-1 ليه؟ لان الحداد شغال. الحداد الليمت حقه كم يوصل؟ مجرد ما يوصل الليمت حقه 200 قرب. يوه يعني التولز انحلت، الملابس انحلت، الستون محلوله بفضل الله ثم هذا الذيبان. خلنا نزيد حبه لنا في صناعات بتكون قادمه. الاكل محلول، الفايرود محلول. والله يا شباب يعني ما ودي هذا، بس والله اني اشعر بسعاده قامره. يا الهي هذا بورن ستودنت. شوف هذا الشعور يخوف، كثر الفرحه تخوف بعض الاحيان، انك تحس انك في شيء جالس يفوتك وانت مسرع الوقت ضرب 10 وكل شيء كذا تمام، في شيء غريب في اللعبه تحس في علامه استفهام. صح الفايرود توه بيبتدي الحل. السولت ماين هذا بنقول له وقف ستون. وات، انا ما بنيت الستون، انا بنيت الكول. معليش يا شباب على الفهاوه يا اخي، انا بنيت الكول ماين هذا لا تستهبل على صحتي يا ربي يا كريم. ريلاكس خلك مروق. انكريس تكفون. عندي عماله وثمانية بيلدرز بيجون الحين بيفرمون لك الدنيا هذه كلها. ريلاكس وخل هذا قدام عينك في الوسط. هذا الكول تقريبا عندي انا فحم حصلوه من شجيرات حوالين الماب، فممكن نبدأ نشغله. عندي حلين، اما بالخشب وهذا الشيء طبعا لا، ياخذ 5 لوجز من هذا ويصنع لي الفيول، او ان الكوك فيول ياخذ لي 5 من الفحم. هذا الكوك فيول اللي اريده. رسميا يا شباب انحلت المشكلة، نوظف فيها واحد، ممكن نوظف فيها 2، بس نشوف اداء الواحد هذا كيف. اصبر عليه ونعطيها احلى ضرب 10. في تاجر ثاني جاني وستودنت وليبر. يا ساتر جايب لي كول. شكله سمع بالمصنع اللي بنيته وخطتي. يعجبوني المنتجات اللي كذا، بشتري نصها 30-30. ليه؟ بعدين تعرف انت وش تصنع فيه تحضيرا للمصانع الجميلة اللي راح تنبني. والبوتيتو عندنا ما شاء الله ما يقصر. شوف حتى المنتجات اللي جايبها، جاي هو من وين؟ من فرونا. المنتجات اللي يوفرها جولد اور جيمستون رف ملح، يعني شغلات كلها خامة، كلها ان شاء الله كلها هذه راح تكون عندنا منتجات. نسوي لها دسمس عشان ما نأخر التاجر اللي بعده، لا تنسون هذه الحركة. عندنا ضرب 10، فتلاحظون ان التجار جون بسرعة فلا تستغربون. وننتظر بناء هذا الاور ماين ونراقب الاحصائيات، احصائيات الاكل المبشرة. طبعا هذه ليه تتأخر؟ لانها بس في موسم، تعال صح نغير موسم الزراعة يكفي. خلنا نحط 2 بلاك بيري و2 بينز و2 يصير بطاط. خلاص اتوقع كل المصادر قربت من بعض فكلهم طفشوا منهم، ما في الا النوع كذا على الخفيف على امل. يا اخي في واحد بنيته هنا، وينه؟ هذا هو. هذا ليه ما حد معطيه وجه؟ المهندسين مش كفاية؟ عب عليكم يا المهندسين. نعطيها اولوية ونعلقه، اصلا معلق عندي على امل انه يجينا سيدس قبل ان نبتدي المشروع هذا. في شغلة صراحة افكر اسويها، الفورست اللي موجود هنا بما ان مصادر الاكل يعني شاطحة معي، وانا عندي بس واحد قادر واحد هنتر تقريبا في هذا المكان، او 2 هنتر. حرام يا اخي، حرام الخشب هذا كله. ف ودي اوظف هذا الكتن بلانت، نحط 2 في هذا الفورست، يعطونا دخل ممتاز من الخشب. الفورست انا كم احتاج اساسا في المدينة؟ فورستر 11 في المدينة، فهذا الرقم لازم يكون 11 من 11. ممكن نزيد واحد في الستون، العمالة اللي عندي اكثر من اللي احتاجهم، فثلاثة في الستون ممتاز جدا، انتاجه بيكون خرافي. مسألة الايرون شغالين عليها، التولز قرب يكون فل. هذا علامات استفهام ليه؟ تستهبل وود كتر. نزيد واحد فيك، والهيرب هذا نشغل واحد هنا. خلص العمالة؟ الله خلص العمالة. انتظر شوية عزيز الهيرب. هذا ما يشتغل، يقول لي الفيول ليمت واصل حده، لان عندي يمكن 500 فاير وود. حبيبي الفيول ما اريد له ليمت، حطه 3000 5000، عشان لو وصلنا 5000 يكون عندنا تراك. خلينا نشوف الانفنتوري اللي عندنا باي كوانتيتي، اكثر الشغلات اللي موجوده. 9000 فاصوليا، والله الفاصوليا اكثر شيء عندنا. البطاط وينها البطاط؟ ما اشوفها.
البلاك بيري صفر سيريسلي، والبوتيتو صفر. خلاص خلهم كلهم بوتيتو، اسحب على الصويا بينز. ولا تدري، ثلاثة بوتيتو وثلاثة بلاك بيري، كذا يكون الوضع أفضل. وننساه، ما نصير نغير الحين، إن 10 سنين قدام. هنا عندك الأوتو باي، لو تريد تشتري بشكل أوتوماتيك مثلا يجي خشب على طول يشتري عدد الفلاني، وهذا الشيء ما أنصح فيه. بالنسبة للفلاور هذا يا شباب، بحثت عنه، يدخل في مصنع للعطور. القريب هذا طبعا معروف، ظاهرنا في موضوع الخمور، مخمور لسه ما بنيته. الفيرتلايزر هذا راح يدخل في بعض الزراعات، زراعات معينة تكون مناطق مسكرة زجاجية، راح ارويكم اياها. الشكل جدا خرافي حق المباني هذيك. بلو بيري نفس الكلام مع القريب، عشان يضبط المزاج ويعطيهم مشروبات منعشة. والله ما في شيء يتاجر فيه الا السويا بينز، برسل 2000 هناك. الحين وزعنا وظيفة هنا ووظيفتين هنا، تقريبا 3 وظائف خذناها او 4 وظائف، لان شغلنا الوود كتر هنا. يعني تخيلوا مع الوود كتر هذا بيزيد الفاير وود عندنا بشكل خرافي. وشغلنا الفورست اللي موجود هنا، هنا الحالة خذنا 3 وظائف، وهذا الرابع، والخامس شغلنا واحد هنا. فتخيلوا المواليد، وفوق هذا ما زال عندنا 3 ليبر، لازم نستغلها صح. وهذا المنجم طبعا راح يحتاج له ليبر. نتابع التولز، التولز الحين بيقول لي الليمت وصل فل 199، والملابس 119. ايوه وصل الليمت، انا ابغى اشوف العلامة هذه، تسعدني هذه العلامة. وصل اياها 500 زي الملابس، شغلات الحلوة 500 500، كل شيء تقريبا. اللوج صراحة ما ودي يكون فيه ليمت، لكن مجرد وصلنا الالف ابغى يوصلني تنبيه. شوف نفس الكلام، الستونز والهذا فيه نسبة معينة من الخام اللي يطلع، فمية بالمية هذه النسبة بتقل. لما توصل للصفر لابد انك توقف العمل في هذا المكان وخلاص، تشوف له مكان ثاني، تبني نفس المبنى هذا في مكان ثاني وكذا. واذا ضغط على هذا راح يساوي لك الارض باستخدام الشموع. لازم يكون عندك كاندلز عشان تسترجع هذه الارضية، لانها عبارة عن حفرة ما راح تقدر تبني فيها. شوفوا كيف الاستخراج، ودي باثنين او ثلاثة، اثنين، خلنا نشوف اداء 2، وهنا 1. الحين هذا راح نحوله الى الكول، وكذا ان شاء الله راح نشوف الشغل الجميل الجبار بعد شوي. وصلنا الى 60 بالغ و10 طلاب، ولاو ومتعلمين اغلبهم. الايرون ليه ما زاد للحين؟ مفروض انه يبدأ يزيد. ممكن نطور الايرون سملتر والفيول ريفاينر الى المتطورين، بس شوفوا بدأ يزيد حبة حبة، خصوصا انه بيوقف الحداد. والله صراحة ودي اوقف الحداد على 300، او نصرفه عند الستون فترة، بحيث ما يدخلنا في، ما يشغلنا بالايرون. ستون برضه كويس. خل نلقي نظرة سريعة على الاكل، 11,000 8,000، جميل جدا. اللوجز متقارب مع استهلاكنا، فلو بنينا اي مبنى لازم نكسر يدويا، نرسل العمال يكسرون، او نزيد مصادر الخشب. زيادة مصادر الخشب وشلون نسوي؟ بكل بساطة، تيجي عند الريسورسز، تيجي عند الدنس تري شاك. هذا الدنس تري شاك هذا مصدر ممتاز جدا، بس قبل لا تبنيه تمسك الفورستر وتثبته عشان تقدر تشوف الرينج حق هذا. وبعدين تقول للدنس هذا، مدري لا وين هو دائرته الصغيرة، تقول له ايش؟ تقول له حبيبي اباك تزرع لي هالمكان بكثافة. جميل، يقول لك جميل. الفورستر هذا ايش وضع الثاني؟ في تداخل هنا، يفضل انه ما يكون في اي تداخل كبير، هذا مقبول نوعا ما. نعطيه اولوية، هذا يجيب لنا خشب، انتاج الخشب يكون عندنا مفروض اكثر من استهلاكنا. استهلاكنا طبعا في الفايرود اللي يقصقصون هذاك، ما شاء الله الستون عندنا كويس، فرق كبير لان ما بنينا. الايرون بدأ الانتاج يزيد اكيد، ممكن نشوف الجراف حق الايرون، شوف بدأ يطمر فوق. اوه في تاجر جاني هنا، ايش السيدز اللي جايبه؟ بستاشيو، وعنده البنانا، والله شيء جميل. نزيد 1 2 3 4، 1 2 3، اوه بس يشيل 3، اوكي سريع. ابغى اشوف عماله يجون هنا يشتغلون، يساعدونه في تقريب المنتجات. يفضل يكون فيه ماركت قريب من التجار، لان الماركت يجيب جميع المصادر فيستفيدون منها التجار. هذه معلومة خلها في بالك، إذا ما كان فيه بارن قريب من التجار هذول البحريين، فضروري يا عزيزي تحط لهم ماركت. فزي هذه المواقف الحرجة على طول يكون كل المصادر قريبة منه.
هذا ليش علامة استفهام؟ في تشيكن، من هذا اللي جاب لي تشيكن؟ الحين في أكثر من سوين عندي، في خبصة تجار صاروا عندي ثلاثة وهنا أربعة وهذا الخامس هنا. خمس تجار بس كافين. حلو يا تشيكن، بناخذ منهم أربعة، حتى اثنين كافين. يتكاثرون على راحتهم، مصادر الأكل طيبة عندنا. أنا مدري تقريبا أن التشيكن اللي عندي مختلف عن التشيكن هذا، هذا التشيكن الأبيض. فنجيب لنا ذكر وانثى يضبطونا بتذاكر، رغم اني احس ان اللعبة لو حطيت واحد بيتكاثر مع نفسه، يعني كلها بروغرامينج وكودينج. رجاء لا احد يطلب مني فيديو توضيح كيفية دجاجة واحدة تلقح نفسها وتتكاثر، ولا بيختلف العلماء على هذه النقطة انا متأكد. طيب نسوي له تريد مع شوية بلاك بيري وشوية فودر وفيش. اهلا بالدجاج. شوف انا بخليكم هنا والله، لان كذا كذا بتنهدم هذه المباني كلها. ايوه هذاك نوع ثاني الليج هورنز، وهذا التشيكن. نوظف واحد يمسكهم ونقول له وورك، نعطيها ضرب 10، هذه 5000 وهذه 5000، 2500 2500. وفي تاجر مقبل علينا، تكفون استعجلوا يا اعزائي التجار، فيه ليمت كاب هنا الريدز الظاهر. تحول الى عامل عزيزي. نعم تحول الى عامل. هذا اصلا الليمت والله لسه بعيد، والمصادر عنده مخلصة، خلي يتحول إلى جلد. راح نجيك نشيك مشكلتك بعدين. الريدز مدري داخل في أي واحد منهم، بس الليمت كاب حقه كم؟ 1000 و1000. خلنا نقول 5000 و5000. والتاجر هذا جايب لي برل، البرل هذا راح نستخدمه في الصناعات. كم واحدة؟ 5، بنشتريهم 5، 5 دولار، مرة رخيص. جايندد فرنتشر برضه، هذا يدخلون في مصانع فيشينج تاكل، 3 9 5. ونقول له تريد. البطاط والله ما لوم ان ما حصلته في المدينة، لان اغلبها موجود هنا عند السكان. سريع يا اخواني، سريع سريع، جيبولي الغريضات اللي طلبتها. getting something to eat، مش وقتك يا اخي getting something to eat. والثاني وش يسوي؟ هذا بورتز، بورتز صار يشتغل تريدر. هذا هو جايب الاغراض، وش الاغراض اللي معه؟ جايب 300 صويا جايبها بالعربانة. وهذا قدامه واحد برضو ليول. وين بيوتكم انتو؟ بيوتهم هنا، حتى بورتز هنا جنبه. والله ما تلامون صراحة على العيشة هذه عند الحيوانات، ممكن زعلانين ومرض على طول. أوعدكم في الحلقة الجاية كل الترتيبات هذه، يعني مثلا نفترض أن الشارع هذا بيمتد لين هنا تقريبا، عندنا 80 مربع يا ساتر، وبعدين كذا بيتقفل وبيجينا 80 مربع ثاني، وهنا تقريبا هذه حدودنا. ان المزارع تخيل جاية من هناك، شيء رهيب. بيكون فيه ستورج وبيوت في هالمنطقة. حلو، 4000 صويا. راح نضمن البنانة اول. على الطاري انا عندي فيه مزرعة ثانية هنا، فيه مزرعة اللي هو تجيب العنب، وفيه مزرعة ثانية لسه ما شغلتها، ممكن اشغلها. اوه البنانة تنزرع هنا، حلو. فالحين عندنا زراعة عنب وزراعة الموز، ممكن هذه الشغلتين برضه نغير مكانهم، تصير داخله من ضمن المربع حق الاكلات الأكل، لأن هذه المدينة الرئيسية صارت حوسة، والله عبارة عن حوسة. فلازم أني قبل أشطح أي مكان ثاني أرتب هذه. راح أحط بيوت طبعا تأخذ مساحات صغيرة، عماير يعني، زي ما كنت أقول لكم في الحلقة الماضية. هذا الستون هاوس عيبهم أنه يأخذون مربعات كثيرة، يعني بيتين بس ماخذين 8 مربعات وبس عائلتين، بينما هذا مثلا شوف الفيليج تاون ماخذ مربعين، يعني ضعف عدد العوائل، وهذا يكون ممتاز جدا في المناطق الزراعية. فتخيل كل مربعين بيت 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 بيت، راح يكفي تقريبا. احتاج يمكن كل 3 مزارع، راح اسوي لها حسبة هذه. بس اهم شيء انه يكون فيه ستورج كافي، لان في كمية اكل بتكون كبيرة جدا في هذه الجزيرة. طبعا عندنا المصانع هذه تبع الشمع اللي يدخل فيه الواكس، وراح ابني المصنع هذا البوتري اللي يطلع لنا الفخار اللي يكون غالي جدا في المتاجرة او المبادرة. نصير نوقف التبادل بالأكل، الأكل بدأ الهبوط فيه شيء تقريبا بسيط، والله شيء ما هو بسيط الصراحة. فبالمتابعة هذه ممكن نزيد قذر ونحل هذه المشكلة. في برضو قذر في هالمكان، فحب أو هذا راح علينا قبل أن نشتري السيدز. إيش كان معاه؟ نسيته والله، بستاشو تقريبا أو شيء زي كذا. المهم ما علينا، مشكلة إذا كان المكسرات. والله شيء غريب، مع اني كنت مثبت الايرون اور. انا اقول ليه ما انحلت المشكله، ما حولناها الى كول. المينيرالز يعتبر الكول من المينيرالز، فنخليه
ان شاء الله 5000 او 10000. كويس اني مثبته عشان انتبه لهذه المشكله. هذه فائده التثبيت. هذا اللي ممكن برضو يعانون في نقص من الشغله الثانيه اللي هي الايرون اور. عندنا في المخزن تقريبا 142، بس ال 142 هذه راح تدحدر بصورة جدا كبيرة، فما عندنا اي مصدر ثاني يدخل الايرون اور. نفس المكان اللي جينا نحط فيه الخشاب الدنستري هذا ممكن نحط الايرون اور شاك، نفس قصة هذا حق الستونز، بس اللهم هذا يجيب لنا او يزرع الايرون اور. نخلي جنب الدنستري. وينك يا الغالي يا حبيب القلب؟ تعال دوره الحين. ما هذا؟ هذا يفيدك الظاهر بالتخطيط، بس كيف كنت تزيله؟ أذكر كنت استفيد فيه، كنت أشوف الجبال مثلا موجودة هنا أعرف إني ما أقدر أبني أو شيء كذا، شوف كيف يختفي. عندكم زر الكاميرا هذا ممتاز جدا، يسوي لك سيف مثلا على نظرة المبنى حقي هذا مثلا، أو إذا جاك تاجر مثلا ودك يكون المنظور محفوظ على هذه الصورة مثلا، تيجي عند الكاميرا وتسوي له سيف أز واحد. عشان تجيب ايش تسوي؟ تجيب زد. يعني مثلا انا كنت نفترض في هذا المكان، اضغط زد على طول جابني هنا. ممكن انك تخصص اكثر من زر، هذا بيكون الحرف اللي جنب زد في الكيبورد اللي هو الاكس والسي والبي والبي، كاتب لك اياهم. والله هذا وشلون تلقاه الا تسوي له ريموف الظاهر. لا مش هذا، هذا هو الدنس 3 لسه ما خلص، حرام عليكم يا جماعة. المهم نثبته ونجيب صاحبنا الايرون اور، نتأكد انه ايرون اور. خلنا نثبت هذا برضه عشان نشوف الدائرتين كلها وما نغلط. هذا يكون مكانه. او الستوكبايل، ستوكبايل ستوكبايل تكفى لا تنساه، يكون بين الثلاثة بيكون شيء رهيب. يعني شوفوا هذه الدائرة الأولى، هذه الدائرة الثالثة. أدري إن مع الثلج ممكن ما تشوفون، بس هذه دائرة الخشب نهايتها، وهذه دائرة الستون، وهذه دائرة هذا. فالمثلث هذا عبارة عن ستوكبايل رهيب مكانه بيكون. أها جايب الطول هو، ما عليه أوفرلاب من كل واحد شوية. أمورنا فل الفل مثل ما تشوفون. في شوية سكان كذا زعلانين، بس يبالهم تزبيط الماركت بحيث يقرب مصادر الأكل أو ينوع لهم مصادر الأكل حوالين بيوتهم. فاعطوني رايكم بموضوع المصانع او الفارمز في هذه المنطقه، ونشوفكم ان شاء الله على خير. شكرا لتسويق القناه، وشكرا لسكوت صاحبنا. اي كلمه حاب توجهها الى جمهورك حطوا لايك يا شباب. هذا يوتيوبر قادم كبير، هذا لازم نحط له حساب في انستغرام، تعرفون عاد نظام الاجانب اللي يشهرون القطط وكذا. فنشوفكم ان شاء الله على خير، والله اني حبيتك ومنك هادي.